جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. النجمة أفرا سراج أولو بطلة مسلسل طائرة رفراف نشرت عبر صفحتها على الإنستغرام مجموعة من الصور من عطلتها الأخيرة والتي كانت برفقة حبيبها ميرت رمضان ديمير، وكانت هذه العطلة بعد أن تصالح الثنائي. وقد يأس الثنائي العطلة في اليونان وتحديدا في جزيرة سيكل. وحسب الأخبار التي تم تداولها فإن عطلة أفرا سراج أولو ميرت رمضان ديمير كانت عطلة قصيرة حيث قضى يومين في هذه الجزيرة. وظهرت أفرا سراج أولو في الصور وهي في سعادة غامرة، وأرفقت هذه الصور بفيديو آخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن ميرت رمضان ديمير قد شاركها والآخر صورة من الجزيرة عبر ستوري الإنستغرام، وهذه الصورة التي نشرها ميرت عبر ستوري الإنستغرام. في موقع تصوير مسلسل طائر الرفراف اليوم احتفل فريق عمل المسلسل بعيد ميلاد المخرجة بورجو ألتيكن وهي مخرجة المسلسل، وقد انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لميرت رمضان ديمير وهو يحتفل مع فريق عمل المسلسل بالألعاب النارية. كما قامت أفرا سراج أولو بنشر صورة تجمعها مع المخرجة بورجو ونشرتها عبر صفحتها على الإنستغرام وكتبت تعليق: من الجيد أنك موجودة يا عزيزتي. وهذه لقطات من الاحتفال في موقع التصوير بعيد ميلاد المخرجة بورجو. Thank you.